بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الداخلي هو ذاك الشعور بالسكينة والأمان، لطالما بحث عنه الإنسان ولم يجد إلا قلة سبيله إليه. تريد أنت أيضا السلام الداخلي، تريد النجاح، تريد الشعور بالطمأنينة أينما كنت وكيفما كنت. الطريق سهل والدستور موجود لكل زمان ومكان ولكل إنسان. دعنا في رمضان نعيش كل يوم أحد طرق النجاح وكيف نملأ الخزينة بالطاقة الإيجابية. انتعش معنا كل يوم واروي ظمأك من أجمل دستور في الحياة، ودع شمس الحبيب تشرق في صدرك كلما سرت على خطاه. أهلا بكم معنا في شمس الحبيب عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم إخوتي في حلقة جديدة من سلسلة شمس الحبيب عليه الصلاة والسلام. القصة اليوم: روي أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان أول ما بذئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه. قال: والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد، أي الكثيرة، قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها، أي بمثل تلك الليالي، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني، أي ضمني بقوة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني أي أطلقني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الآيات، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، أي اللحم الذي بين المنكب والعنق، حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، أي لفوني بغطاء. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، أي الفزع. قال لخديجة: أي خديجة، مالي؟ لقد خشيت على نفسي. فأخبرها الخبر. قالت خديجة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة، أي تحمل ذيون الضعيف، وتكسب المعدومة، أي تكسب المال الذي يعجز عنه غيرك وتجود به، وتقري، أي تكرم الضيفة، وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة: يا ابن العم، اسمع من ابن أخيك. قال ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال ورقة: هذا الناموس، أي جبريل عليه السلام، الذي أنزل على موسى. ليتني فيها جذعا، أي شابا، ليتني أكون حيا ذكر حرفا، أي ذكر كلاما. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل بما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا.
ثم لم ينشب أي لم يلبث ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوائد كبيرة وعظيمة في القصة، أذكر فقط ثلاث. إذن النقطة الأولى، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يختلي مع نفسه في غار حراء، فالخلوة والصوم عن الكلام تجعلك قريب إلى الله، لأن مستوى الوعي يكون أكبر والتواصل الداخلي يكون في أوجه، لذا بعد الخلوة نحس بانتعاش وقوة ونشاط كبير. هذا التواصل الروحي يعزز السلام الداخلي، وطبعا كلما كنا في سلام داخلي كلما أخرجنا أفضل وأحسن ما لدينا. فممارسة الخلوة شيء مهم، ويمكن ممارستها يوميا خلال فترات الصلاة والأذكار. النقطة الثانية، أن أول كلام الله سبحانه وتعالى اقرأ، وهذا إن دل على شيء فقد دل على أهمية العلم والبحث والقراءة وتطوير الذات من خلال استمرار الشخص الدائم في صقل معارفه. وطبعا القراءة والفهم يكون حسب إدراك الشخص وحسب مرجعيته، فالبحث الدائم والاجتهاد يجعل هذه المرجعية تكبر، وكلما كبرت هذه كلما زاد فهمك وإدراكك. والنقطة الثالثة، حكمة أمنا خديجة رضي الله عنها، فهنا تعطي مثال حي للزوجة الحكيمة التي قبلت كلام زوجها وشجعت وفرحت به واستشارت أهل العلم وهو ورقة بن نوفل. نسأل الله أن نكون ممن يضيفون كل يوم علم جديد نافع لنا ولمن حولنا. شكرا على انتباهكم، وموعدنا غدا إن شاء الله لندع شمس الحبيب تشرق في صدورنا.